يعني الأب يبقى عايش في الدنيا بالطول وبالعرض ويودي ابنه المسجد وحفظه القرآن وعايزه كده يبقى إنسان صالح. ليه؟ عشان تشفع لنا يا ابني يوم القيامة، عشان تشفع لنا يوم القيامة. هل هذا سيكفيك أن يكون ولدك أو تعلم ولدك الصلاح وأنت والعياذ بالله غارق في الفساد؟ لن ينفع، لن ينفع، ولن ينفع إلا نفسه. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لها يا فاطمة اعملي فلن أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم اعملي فلن أغني عنك من الله شيئا. إذا كان هذا هو حال الرسول، تؤمنت تتعيش الدنيا طولا وعرضا ثم تكلف أولادك بالصلاح من أجل أن هم يشفعوا لك ويأخذوا بيدك؟ يوم القيامة لن يكون الحال إلا بصلاح الطرفين. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم.